لو الحكاية فيها إن فيديو. طبعاً إحنا معانا النهاردة محمد مرسي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، وكان المرشح أو بينافس على رئاسة اتحاد طلاب مصر، ومعانا محمود أحمد أمين مساعد اللجنة الرياضية بكلية سياحة وفنادق. منورين فيتو. والأول كده يا محمد، اسمك محمد مرسي كده مش عامل لك أي إزعاج أو أي مشاكل عشان على نفس اسم رئيس الدولة السورية؟ يعني هو يعني معرفش ممكن يعمل أزمة، ممكن يكون بيعمل أزمة طبعا، بس يعني مش عامل لك أزمة؟ يعني أنا ممكن على مستوى شخصي قعدتي فترة مكتئب. ليه؟ في النهاية كانت في فترة حكم صعبة، يعني كان دايما بيقابلك ابتسامة، كان دايما بتقابلك ابتسامة يا مستفزة، يعني فكرة لو انت من اسمك على اسم واحد حبيبي، واول انك تقابلك يعني انهم يعني، فكانت صعبة شوية. على طول انا موجود في الجامعة من 2007، اقدم من التيار الشعبي، اقدم من الدستور، اقدم من التيار الديمقراطي، اقدم من كل المسميات. انت في اولوياتك حقوق الطلبه بس، احنا بنتكلم عن انا يا فندم، انا اسمي اللالاند. جميل. انحيازاتي بتقول ايه؟ المحرك الرئيسي للانحيازات ايا يكن المسمى ايه، انا ما بتوقفش قدامه. انا جيت ممثل لطلاب، مجموعه طلاب كبير جدا كانوا عندهم استياء من توقف النشاط. جميل. وده جزء برضو حاكم لينا ان اللائحه الطلابيه بتقررنا كمجموعه طلاب منظمين النشاط، ومجموعه طلاب النشاط دول اضعف، يعني اهم حاجه عندهم ان هم يقدموا النشاط بتاعهم بس. بتوع المسرح بيقعدوا يتعبوا بروفات مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ويبقى العرض بتاعهم ما يتوقف عشان بيحبوا يمثلوا. فانا جاي ممثل دول، وضروري اكون بساعدهم عشان يقدروا ينجحوا في عملهم ده. الجزء الثاني بقى الناس كمان، الطلاب بيبصوا لنا ازاي؟ الطلاب بيبصوا لنا ان احنا الصوت بتاعهم، بعيدا بقى عن الجزء المتعلق بالاكل، الطلاب بيبصوا لنا احنا الصوت بتاعهم، بنلاقي تواصل حوالين ان في طالب معتقل عايزين نساعده، في طالب فصل فعايزين نشوف مش عارف، في طالب عنده مشكله في المصاريف. كل ده خارج اطار، مفيش تصنيف زي ما انت قلت في الاول، ما عندناش فكره التصنيف، مش موجوده. ليه بقى دايما كله بيحاول يلحق التصنيفات دي؟ وبرده بنأكد تاني، هاتي اي حد من اي حزب، اقول لك عمال، هاتي اي طالب من اي حزب جوه الجامعه هيقول لك ان قضايا الحركه الطلابيه ما بتحتملش تاويل برؤيه حزبيه، ولذلك مفيش عمل حزبي جوه الجامعه، وان المصطلح ده اثير من سنه على بعض القيادات في الوزاره او في جامعات ثانيه بدات تسرد زي بعض. لا اكثر ولا اقل. ليه جامعه حلوان بالذات ما تلاقيهاش فيه؟ يعني لو كان فيه قبل كده دلوقتي ما فيش اي حركات او ما فيش اي حاجه معلنه جوه الجامعه عن احزاب او حتى جامعه الاخوان او حاجه غير القاهره وعين شمس، تلاقي فيه وتلاقي مثلا طلاب يروح احنا تبع مصر، ده نتيجه فزعت سنه حوالين العمل الحزبي. ايه السبب؟ اشمعنى جامعه حلوان كده؟ انا عايز اسال بس، اللي اطلق فكره عمل حزبي ده اطلقها بناء على ايه؟ اطلق ان في مجموعه اسر فيهم طلاب منتمين لحزب، هم بيجيبوا السيد رئيس الحزب يتكلم عن برنامج الحزب جوه الجامعه، ما بيحصلش. طب انت شايف ان ليه حلوان ما بقاش فيها حاجه زي كده؟ ولا اي جامعه في مصر يا فندم، مش حلوان بس، القاهره فيها. القاهره فيها ايه؟ القاهره فيها صوت طلاب مصر، وفي بعض الحركات من مصر القويه، وفي بيشتغلوا عمل ايه؟ اسر صح كده؟ هو شغال وفقا ليه؟ وفق اللائحه والقانون. مش انا قصدي ليه احنا بنحط التصنيف ده؟ ليه بنرسمهم ده؟ ليه بنحط فكره انه عشان منتمي الحزب بنحط عائق قدامه انه يقدم خدمه للجامعه، انه يقدم خدمه لزميله، وهو ابعد ما يكون جوه الجامعه عن اجنده الحزب. هي يعني الحاله الحزبيه مش موجوده جوه الجامعه، في امتداد جوه جامعات مصر مفيش حياه حزبيه. اللي موجود على في كل الاحوال قضايا طلابيه رئيسيه مرتبطه بحقوق، مش هنقول بقى كمان مطالب، بحقوق رئيسيه للطلاب. طيب نخرج بقى بره بتاع مصر. اللي انت ايوه عايز تكمل، نكمل تاني على اتحاد طلاب مصر ولا عايز شوف انت عايز ايه؟ لا شفت المهرجان بقى، هنضحك بقى خلاص. مهرجان البوس اللي اطلقته بعض صفحات من طلاب جامعه القاهره، لو ده حصل عندنا تفتكر ده يحصل عندنا في جامعه حلوان؟ مش محتاجين يعني ايه؟ يعني هيطلقوا لي ايه؟ ما هو هل ده هيتم يعني؟ هو ده مش هيتم، بس هو في النهايه يعني مسحه جميله.
هي ورايي ان احنا ما نحاولش ناخدها اكتر من ان هي مثلا يعني إيه لو حصل حاجه زي كده في الجامعه توافق انت كرئيس اتحاد طلاب ان يتم تنظيم مهرجان بالمنظر ده مش حقيقي ومش هيحصل ومفيش طالب هيقبل ده. انا بتكلم بقى عن جامعه حلوان. انا بتكلم بقول لك احنا ليه بنحاول ناخد الموضوع اكتر من انه نقطه للضحك. معلش ممكن يتقلب بجد. لا يتقلب بجد ازاي يعني؟ إيه حتى لو هيبقى فيه جزئيه حب يعني طلبه قليلين بس ممكن يعني ممكن اصل اللي عامل الايفنت دوت إيه وانت شفت في كام واحد قال ان هو هيحضر الايفنت وما اعرفش ايه هيحضر الايفنت واللي هيعمل كده. انت كطالب انت كرئيس اتحاد جامعه حلوان اتحاد جامعه حلوان لو حاجه زي كده حصل او حد عمل صفحه زي كده على الفيس وقال احنا طلب انا مش هشوفها اكتر من نية اكتر من مسحه زي كتير يعني. طب ما في ناس ممكن تعمل ايفنت بان احنا نفجر جامعه حلوان يعني هيفجروها مش كده يعني. طب ما في بنتات ثانيه بتتكلم عن فكره ان احنا طالعين للفضاء ما هيطلع الفضاء في كائنات فضائيه بجامعه حلوان هيبقى في كائنات فضائيه جامعه حلوان خد الضحك شو الموضوع حتى متعلق بالموضوع بس ها ولا الضحك. احنا تشرفنا بك يا مرسي وانت نورتنا ومش هنزعجك اكتر من كده. شكرا يا محمد. شكرا يا محمود على وجودك معانا النهارده. انا الشرف ليا. كل حاجه منتمي لاي حزب سياسي او ليك انتماء عامه ولا مالكش؟ منتمي لاهداف 25 يناير وموجتها التصحيحيه في 30 يناير وموجتها التصحيحيه في 30 يناير. في بعض الناس بتقول ان انت منتمي لحزب معين او كنت مع حزب معين يعني كلها قوي. انا كنت من ضمن الناس كلها قوي داخل الجامعه من اول انت يعني هرد عليك رد واحد سنه رابعه دلوقتي تجاره من اول الجامعه لغايه سنه رابعه. لا انت بتتكلمي في عمر طويل قوي بتتكلمي من 2007 ما يعني كان كل حاجه بتتردد. انا بقول لك هو بيضوح ايه كان دورنا جوه الجامعه عمره ما كان مرتبط برؤيه حزبيه ولا عمل حزب وان قضايا الحركه الطلابيه جوه الجامعه التيار الشعبي وان قضايا الحركه الطلابيه جوه الجامعه ما بتحتملش تأويل برؤية حزب معين. قضايا الحركة الطلابية ما بيختلفش عليها حزب، قضايا الحركة الطلابية ما بيختلفش عليها حزب، ما بيختلفش عليها أي طالب، اللي بيختلف عليها الوحيدين اللي بيختلف عليها دايما الحكومات. أنت داخل مستقل صح؟ آه. طيب، التيار الشعبي أعلن عدم ترشحه أو إن مش هيبقى فيه أي حد من جوه الجامعة تبعه إن هو هيخوض الانتخابات بتاعة اتحاد الطلاب ديت سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى اتحاد الطلاب مصر أو أيا كان. يسأل في ذلك مسؤول التيار الشعبي. أنت كنت كعضو بقى في التيار الشعبي. يسأل في ذلك مسؤول التيار الشعبي. يعني أنت لما هم أعلنوا عدم ترشحهم في الانتخابات أنت نزلت مستقل عشان كده أنت مستقل؟ ربما.